هاي مؤلفة السلام عليكم. شكرا. هاي داش شو قل وين؟ بس تجي لك أفضل. أسمعكم بكي أنتم حول المنطقة وشغلات أساسية نتوقف عليه وأنا بعدين وهيك أحسن. انا بعتقد تقولون اخوكم شيخ عشيرة قوت الشعور اضبط شيء. كنا سعداء انا ومن كان معي من اعضاء الوفد القادم من ريف الرقة الغربي، والتقينا بالجنرال مظلوم واسعدنا بلقائه، وهذا الاجتماع أرى أنه كان هادفا وبناء لأننا نقلنا تطلعات الشعب في شمال شرق سوريا وطموحاته وما ترنو إليه أعينهم. والله كان أهم هذه الأمور هي الأطروحات السياسية التي يعني البعض كان ينظر إلى أنه ينتقل إلى مجهول، فأتينا للإيضاح وقد استوضحنا من الجنرال ما فيه الكفاية، ونحن بدورنا سننقل هذه الإيضاحات إلى شعبنا هناك. من الناحية الثانية المجال الاقتصادي في المنطقة أيضا ناقشنا مع الجنرال مظلوم وضع المنطقة الاقتصادي، وخاصة بعد تطبيق قانون قيصر، وأن الشعب يعاني كغيره من شرائح المجتمع السوري والشعب السوري بشكل عام من ارتفاع الدولار وتهاوي العملة السورية. أيضا طرح علينا عدة حلول الجنرال مظلوم في هذا المجال أيضا مشكورا، وكذلك المسائل الأمنية في المنطقة وهي الأهم على الإطلاق. يعني أيضا هناك بعض المعاناة من بقايا شراذم داعش والعصابات التي أيضا تسمي أنفسها تحت مسميات مختلفة فتتهدد وتتوعد بالمواطنين العزل الغافلين وتطلب منهم المبالغ المالية أو نقتلك أو ما إلى ذلك، وهذه مشكلة يعاني منها الشعب في شمال شرق سوريا. أيضا هذه طرحناها على الجنرال وهو بدوره وعدنا مواعيد وثيقة، ونحن على يقين بأنه يحقق هذه الوعود وبأقرب وقت ممكن. مع بعض.